على مدى عام كامل ربط الأطفال عند صنابير المياه وحملوا أوعية مختلفة الأشكال والأحجام كبدائل عن مستلزمات دراستهم المتوقفة. حضرت صور الأطفال المحملين بالمياه في مختلف الوسائل وظهرت وجوههم في مختلف الأنحاء، لكنهم ظلوا محتاجين لما يرويهم. تفاقمت أزمة المياه التي غطت البلاد في أوقات سابقة للحرب، لكن حدتها ازدادت وتكاثر ضحاياها مع انطلاق المعارك. احنا بلا ماء لنا 5 أيام. وأكثرت المنظمات الدولية والمحلية من تحذيرات لم تصل إلى تقديم أي حلول. قالت منظمة اليونيسف إن مئات الآلاف من أطفال اليمن لا يحصلون على مياه شرب نظيفة، وتحدثت غيرها من المؤسسات المحلية عن أحياء محاصرة في تعز لا يسمح لسيارات نقل المياه من الوصول إليها. وسبق للأمر ذاته أن حدث في عدن ورافق شح المياه المعارك، وكان الأطفال هم أكثر من دفع الثمن من أجسادهم ومن واقعهم اليومي الذي تحول إلى ساعات انتظار لقطرات ماء تحضر أحيانا وتغور أحيانا كثيرة.